مصنع العجائن اللي راه يعني يتوجه نحو النيجر. وراكم شفتوا القوافل اللي توجهت في ذاك يوم الصعود، توجهت الى الولايات المتحده الامريكيه للرخام والعجائن الى النيجر والاسمنت الى موريتانيا. يعني هذا التنوع في الصادرات اللي يعني حقق السياسه اللي رسمها السيد الرئيس بتنفيذ يعني من البروفيسور معالي وزير التجاره السيد كلمارزي، اللي حقق هذه النسب العاليه بفضل مجهودات جباره في هذا الميدان. اذا احنا ان شاء الله رانا ننتظروا الوفود يعني السفراء الافارقه باش يزورونا ان شاء الله في خلال شهر فبراير باش نلحقوا الاتفاقيه الشفويه اللي تكلمنا عليها على هامش الصالون الجهوي اللي ندار على مستوى اللي تاع التاريخ.